اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد الى 10 الصبح في الاهلي. طبعا يعني اليومين دول عندنا فتره راحه حاليا لكل لعيبه النادي الاهلي، ولكن الحديث عن كره القدم لا يتوقف ابدا، وحتى فتره الراحه خلاص بتوشك على الانتهاء. يعني عرفنا من شويه ان هم ان شاء الله بعد بكره على طول يوم الخميس الفريق هيرجع مره ثانيه عشان يوصل تدريباته اكيد استعدادا للترجي التونسي. وطبعا عندنا كلام كتير نتكلم فيه في هذا الاطار الى جانب كلامنا عن المنتخبات. طبعا كل النقط دي هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، منورنا كالعاده وبنسعد وبنتشرف بوجودك معانا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام. نبتدي منين؟ استاذن حضرتك بقى، تعالى نبتدي من اللي حصل في الفتره الاخيره بشكل عام. طبعا كان في غيابات متعدده ضمن صفوف النادي الاهلي في الفتره الاخيره نتيجه يعني اصابات وغيرها، والحمد لله بقينا بنشهد مؤخرا بشكل تدريجي كده عوده اللاعبين. في راي حضرتك الى اي درجه كان موسيماني ناجح في التعامل مع هذا الامر وفي فكره الاستفاده من اللعيبه اللي تحت ايده وتدويرهم؟ كان ناجح لاي درجه في الموضوع ده؟ هو طبيعي المفروض النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على البطولات، فدايما بيبقى المستويات متقاربه في كل المراكز يعني، وده لازم اللي يعمل عليه الفريق اللي بيسعى ان هو يكسب بطولات. فهي طبعا هي بعض الغيابات مثلا نقول يعني نتيجه اصابات او حاجه، هي المشكله في ان احيانا انت اللعيب الاساسي ده عندك بيبقى خارج الفورمه، ممكن بيجي فتره بيبقى بعيد عن فورمه الرياضيه، وبيبقى بيبقى دور البديل هنا اللي هو مستواه متقارب فما بنشعرش بفرق. انما لما يعني الاعداد اللعيبه اللي جاهزه بتكون فيها يعني قليله شويه، اعتقد دي بتمثل مشكله. طب لو طبقنا الكلمتين دول على حد زي قفشه مثلا، يعني نجد بديل ليه بنفس المستوى بنفس الحرفيه والكيفيه اللي بيلعب بيها، فكره ان انت تعرف تستلم كويس وتعرف تخلق لنفسك مساحه وتعرف تخترق وتعرف توزع، يعني طبعا البدائل عندهم نفس القدرات؟ احنا برضو لا، احنا طبعا بنقول طبعا لازم بقدر الامكان، او الانديه كلها كبيره بتلعب على البطولات بتسعى ان لازم دايما البديل، او مش عايز اقول البديل يعني اللعيبه اللي بيلعبوا في مركز واحد يكون المستويات متقاربه. يعني زي ما بنقول يعني في حاله غياب حد يبقى التاني يقدر يعني يأدي بنفس المستوى، انما برضو في لاعب بعض اللاعبين بيكونوا مميزين، يعني انا مش هقدر، بيبقى تلاقي في فرق برضو واضح بينه وبين البديل. ده موجوده في اكبر فرق العالم، انما بقدر الامكان كل ما احنا بنقدر ننجح احنا نخلي البديل في المستوى المتقارب بينه وبين اللاعب الاساسي، اعتقد دي في حاله غياب اللاعب الاساسي بتحل مشكله كبيره. طبعا. انما قفشه انا بعتقد صعب حد يعني في الوقت الحالي صعب حد يسد الفراغ بتاعه في حاله غيابه لا قدر الله نتيجه اصابه او هبوط في المستوى اللي هو طبيعي بيبقى متواجد في بعض فترات الموسم، وارد جدا. صحيح. انما في صعوبه طبعا ما فيش شك. طيب الفتره الاخيره برضو كثر الحديث عن فكره ان الاهلي لم يسجل في الشوط الاول في مجموعه من المباريات المتتاليه، والبعض ذهب في تحليله للنقطه دي لفكره ان موسيماني قاصد الكلام ده من منطلق انه عايز ايه، يستنزف قدرات وطاقات الفريق المنافس في الشوط الاول عشان يبتدي بقى ايه يلسع في الشوط الثاني زي ما بيقولوا، يعني بالبلدي كده بيفرهد اللعيبه المنافسه في الشوط الاول. حضرتك شايف ايه؟ لا هو بيسعى طبعا، لو نقدر نسجل هنسجل مفيش مشكله في الشوط الاول، انما ممكن يعني لو احنا لو بصينا من ناحيه تحليليه يعني طبيعي الفرق كلها اللي بتقابل الانديه الكبيره بقى فيها تركيز قوي في الشوط الاول، بتلعب بطريقه دفاعيه بتضيق المساحات، يعني الناحيه التكتيكيه بتهتم قوي بالجوانب الدفاعيه. الشوط الثاني بتبقى الظروف بتختلف، انت فرقه كبيره مستوياتك اعلى، اللياقه البدنيه بتاعتك بتبقى اعلى، اللعيبه من ناحيه الضغوط والناحيه النفسيه الفرق اللي اقل مستوى تركيزها بيقل شويه الشوط الثاني، زي ما بنقول برضو الناحيه البدنيه مش طبعا بتبقى متفوقه، فتتوجد ثغرات ونحسن احنا استغلالها. بالظبط، يعني هو ده سيناريو يعني واقعي، يعني نقدر نقول واقعي ان بنجد صعوبه في البدايات، انما في الشوط الثاني الفروق بتتضح خصوصا في الناحيه البدنيه. طب توقعات حضرتك بقى لسيناريو مباراه الذهاب والاياب مع الترجي التونسي؟ هو فريق تقيل وكبير وليه تاريخ وليه اسم طبعا، ومن الفرق اللي دايما برضو بيحجر جامد قدام النادي الاهلي لما بتجمعهم الظروف. طبعا ما فيش شك. فكرك برضو موسيماني هيلعب بأني طريقه؟ هو طبعا ما فيش شك الترجي فرقه كبيره حصلت على بطوله افريقيا 4 مرات، يعني عدد كويس. لو بصينا حتى على المستوى المحلي يمكن اخر 5 دوري عام بالنسبه لهم على التوالي واخدينه، واعتقد حاصلين على بطوله الدوري تقريبا 31 مره، اكبر نادي في تونس طبعا، الكره متطوره في تونس ما فيش شك، فرقه بتلعب على البطوله، ند لكل الانديه على مستوى القاره،
في الشك، مباراة صعبة، بس أنا شايف هو يمكن المستوى الفني أقل شوية من الفترة من قبل كده. يعني هو كسب بطولة 2018-2019 أنا بعتقد، يعني يمكن تابعته آخر مباراة كانت مباراة العودة مع شباب بلوزداد الجزائري، كان مهزوم في مباراة الذهاب 2-0 وقدر اللي هو يكسب 2-0 ويلعبوا ضربات جزاء ويفوز ويوصل للسيمي فاينل. بس انا شايف احنا الحمد لله في الفتره ديت اعتقد احنا المستوى بتاعنا افضل وعندنا معلومات كبيره، غير واخدين بطوله افريقيا المركز الثالث على مستوى العالم للانديه، بطوله العالم للانديه. لا اعتقد كل الظروف ان شاء الله ان شاء الله اعتقد هتكون في صالحنا باذن الله. يا مسهل الحال يا رب. طيب ان شاء الله. هل يعني كنا قلنا من شويه لو حضرتك كنت بتتابعنا كنا بنتكلم مع زميلتنا نورهان طمان، ومن ضمن المانشيتات اللي كانت ملفته جدا للنظر الحقيقه جه في جريده المسا تحديدا ان في 5 لاعبين في الترجي التونسي بيطالبوا بان هم ياخدوا مستحقاتهم الماليه المتاخره او بفسخ العقد، والكلام ده فوري، والكلام ده ايه قبل ايام قليله جدا من لقاء الذهاب ما بين الاهلي والترجي، منهم 3 لاعيبه جزائريين بمناسبه الكلام عن الجزائر. فالى اي درجه النقطه دي برضو ممكن تعمل دربكه؟ طبعا لو الاخبار دي حقيقيه مفيش شك هتاثر على الفريق طبعا، هتاثر على اللعيبه اصحاب المشكله وبرضو زمايلهم الاخرين اللي هم خارج المشكله. لا تاثر في اجواء الرياضه، محتاجه الاستقرار، محتاجه التركيز، الروح تبقى واحده وكل اللعيبه عندها استعداد. لو في مشاكل طبعا اي فريق في خلال الموسم بيتعرض لبعض المشاكل، انما حسن الاداره واكيد بتفرق كتير، ونوعيه اللعيبه واخلاصهم للفرقه وحبهم للفريق. مفيش شك النادي الاهلي يمكن بيتميز بتبقى اللاعبين كلهم كانوا بيشجعوا النادي الاهلي من الطفوله. صحيح. كان عنده امنيه وامنيه حياته انه يلعب كوره ويلعب كوره في النادي الاهلي، فمفيش شك ارتباط اللاعبين بتاعت النادي الاهلي دي ميزه يمكن مش بسهوله تتوفر في انديه كتير. حب النادي والاخلاص ليه و طموح وامنيه حياته انه يوصل للمكان ده ويستمر اكتر سنوات ممكن يلعب للنادي يحقق بطولات. ما فيش شك الاجواء في النادي الاهلي اعتقد صعب يعني تكون موجوده، يعني انا يعني على مدار التاريخ اللي احنا لعبنا فيه او اللي قبلنا او الفتره الحاليه انا شايف اللي بيخرج عن المنظومه ديت في النادي الاهلي قليلين جدا، يعني قليلين جدا. بس هو لو بصينا لتاريخ مواجهات الاهلي والترجي التونسي يعني عموما هما اتقابلوا حوالي 20 مره، الاهلي فاز في 8 وتعدوا 8 والترجي فاز 4 مرات، فدي برضو ممكن يبقى فيها اشاره ما، دلائل ما. طبعا طبعا يعني هو فريق عنده طموح وبيلعب على البطوله وحاطط هدف البطوله بالنسبه له. هي دي لما فريق زي النادي الاهلي يواجه فريق بالشكل ده عنده طموح، حتى لو في بعض الفترات يمكن المستوى الفني النادي الاهلي بيتفوق فيها، برضو الطموح والاراده دي طبعا بتخلي اللعيبه او بتخلي المنافس اكثر صعوبه. وزي ما حضرتك يعني ذكرت النتائج متقاربه جدا، كلنا عارفين الجمهور العادي اللي في الشارع عارف ان المباراه صعبه وفيها هتبقى فيها نديه وفيها تنافس، بس زي ما قلنا في بدايه حديثنا يمكن احنا عندنا اعتقد في الوقت الحالي يمكن مستوانا افضل الحمد لله. كنا بنتكلم من شويه انا وحضرتك عن كابتن قفشه وقلنا ان يعني ما معناه ان في لعيبه، طبعا كل اللعيبه زي الفل مش قصدنا حاجه، بس في لعيبه بيبقى لهم ايه خصوصيه كده ليهم كاريزما لوحدهم. فالكلام اللي اتقال على مجدي قفشه ينطبق الى حد كبير على علي معلول مع مراعاه اختلاف مركز كل لاعب منهم، بس هو برضه لعيب ليه خصوصيه شديده جدا واتحرمنا من جوده لعبه الفتره اللي فاتت طبعا نتيجه الاصابه. شايف الى اي درجه عودته مره ثانيه ومشاركته في مباراه الذهاب والاياب امام الترجي التونسي ممكن يامن لنا الجبهه اليسرى للنادي الاهلي؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقول كلام حضرتك مظبوط، طبعا نوعيه اللعيبه قد تختلف، حتى اللي بيلعب في مركزه امكانيات بتختلف، اسلوب اللعب بيختلف، ممكن بيضطر المدرب يغير في التشكيل، يغير في طريقه اللعب، في اسلوب اللعب، في طريقه اللعب نفسها، ممكن بيضطر لغياب احد العناصر المهمه في الفريق اللي هو صعب يؤدي البديل بتاعه بنفس الاداء. هو طبعا ما فيش شك علي معلول في الناحيه الهجوميه مميز جدا يعني هايل، واعتقد هو مهم في النادي الاهلي ومصدر ثقه وطمانينه عند الجماهير. طبعا طبعا وهو النادي الاهلي دايما بيلعب بيسعى للفوز، طموحه للفوز، هدفه للفوز، فهو لاعب مناسب الحقيقه. اكيد عودته بتمثل بتمثل اهميه كبيره الحقيقه ما فيش شك. ايمن اشرف كان بيلعب في المكان ده وادى بشكل كويس ومؤدي موسم كويس، بس برضو يعني بتزود اللعيبه الجاهزه.
يعني قد احتاج انا الايمن اشرف مثلا في مركز قلب الدفاع يبقى موجود. يعني هو ما فيش شك كل ما اللعيبه الاساسيين بتعود من اصابه او بيعود لمستواه الحقيقي طبعا دي بتمثل اضافه. بس حتى لو بصينا لحد زي علي معلول بالارقام يعني شارك في 140 مباراه وسجل فيهم 24 هدف وصنع 43 هدف فده لعيب مميز. طبعاً يعني حتى من غير المتابعه بالنظر بالارقام الورق والقلم بتقول ان ده لعيب استثنائي على كل الاصعده. طبعا وبعدين هي التحليل دلوقتي طبعا بالارقام كلها يعني تحليل اداء مستوى اللاعبي اللي بيقدمه يعني كل الجوانب الفنيه والخططيه طبعاً. التحليل طبعا كل الجوانب كان ليه ايادي بيضاء كمان سابقه في فكره تخليص مباريات مهمه يعني طبعاً. كان بيخلص ماتشات مهمه الحقيقه طبعا هو في شك صنع لعب كويس عمل اسيست كتير قوي في المباريات اللي طبعاً. زي ما حضرتك ذكرتها الناحيه الهجوميه بيأديها باقتدار مفتاح لعب ومفتاح فوز للنادي الاهلي في مباريات كتيره يعني عودته مهمه جدا. بالمناسبه هل في حاجه معينه قلقاك في من فريق الترجي التونسي؟ هل في حاجه معينه شايف ان دي اسلحه لابد وان ناخذ حذرنا منها بيملكها فريق الترجي التونسي؟ وعنده عناصر مميزه يعني اكيد يعني في المهاجم الافريقي ده بيملك امكانيات بدنيه كويسه ولعيب كويس اعتقد بيعتمد عليه بشكل كبير. بس في النهايه اللي احنا فريق 11 لاعب في الملعب الاداء الجماعي اعتقد ان شاء الله الغلبه لينا باذن الله يعني. بس ده مش معناه اكيد اللعيبه طبعا بتحترم المنافس وطبعا اقصى استعداد بنلعب سيمي فاينل واكيد الفرقه الثانيه المباراه الاولى على ملعبهم اكيد هيسعوا للفوز. الامور كلها واضحه انت دلوقتي بتقدر احنا زمان في بطولات افريقيا ما بتبقاش عارف الفرقه اللي هتلاعبها إذاعة المباريات وتسجيل المباريات والمتابعة موجودة بتقدر ما فيش حاجة يعني الفرقة بتبقى محفوظة بالنسبة لك واحنا كنادي الأهلي برضو بالنسبة للفرق الأخرى معروفين أكيد إنما هو الأداء اللي في الملعب طبعا هو اللي بيصنع الفارق والفرقة الأقوى بتقدر تسيطر على المباراة وتخلق نفسها فرص وتسجل أكيد إن شاء الله يكون من نصيبنا يا مسهل بإذن الله يا مسهل الحال. طيب قبل بقى ما ننتقل مع حضرتك لملفات تانية زي ملف اتحاد الكورة وملف المحلي بقى عندنا هستأذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك اتفضل. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية عودة لعشرة الصبح في الأهلي وضيفنا نجم النادي الأهلي السابق كابتن محمود صالح. وقبل ما نروح بقى مع حضرتك للدوري والملف اتحاد الكورة برضو من النقط اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها كنا من شوية بنتكلم في اللعيبة اللي بتخلص اللي هي عندها قدره حتى لو ما نزلتش لفتره زمنيه طويله يبقى لها تاثير ملموس على المنافس وممكن تقلب كمان الموازين. صلاح محسن اعتقد ينطبق عليه الى حد كبير الكلام ده وده حصل قبل كده مثلا في ماتش سان داونز لما نزل في الشوط الثاني ومحمد شريف طبعا وغيرهم الحقيقه. بس احنا بنقف عند حالات كده ايه شويه بتكون ملفته للنظر. فكرك برضو هيستمر الشكل ده من اللعيبه اللي بتخلص الفتره اللي جايه مع ماتش الترجي؟ هو طبعا مهم جدا حتى اللاعب لو حاسس ان هو بديل والفتره اللي جايه دي بالنسبه له هيبقى بديل مهم جدا التركيز مهم جدا يحافظ على مستواه الفرصه هتجيله ان شاء الله بس هو يكون مستعد. لا في لعيبه كده بتبقى مستعده وده واضح من خلال التغييرات اللي بتحصل انه في بال موسيماني بشكل كبير. بالظبط هو طبعا بيتابع اللعيبه وحتى البديل لازم يكون جاهز يعني اللعيب اللي مش مركز المستوى اقل عنده اي مشاكل بتاثر على المستوى الفني مفيش شك هيتم استبعاده. انما اقول على شخصيه اللاعب مهم جدا نوعيه اللعيب لان في فترات مش هتبقى انت مستمر بشكل اساسي على طول طبعا لا قدر الله خارج من اصابه بتخش مع الفرقه بالتدريج صحيح. مستواك بيقل بتبعد فتره معينه مش في الفورمه في ماتش من الماتشات بالظبط مهم جدا جدا يعني انا مش عايز اذكر اسماء معينه كانت سواء بتلعب بتكلم على جيلنا بتلعب بشكل اساسي او بديل لا بتلاقيه مركز تماما واحساسه حتى بيتمرن بطريقه وباسلوب وباهتمام ان هو انا هلعب كاني اساسي بالظبط ولو جت الفرصه ان شاء الله بقدر العب بشكل كويس وباضافه للفرقه بفيد فرقتي ودي اللي بترجعك وبتخليك تعود تاني انك تبقى لاعب اساسي في الفرقه. تعال بقى نروح للدوري. شايف الدوري هيخلص على ايه الموسم ده ومين المرشحين للتواجد في المربع الذهبي مثلا؟ هو موجود طبعا الاهلي والزمالك اكيد وفي المصري واعتقد بيراميدز عنده يعني برضه تقريبا اربع ماتشات ناقص عشان البطولات الافريقيه هيقدر يخش في المربع الذهبي. الزمالك لعب 25 مباراه الاهلي لعب 19 فرق 6 مباريات عندنا مؤجلات الزمالك 45 واحنا كام فرق 14 نقطه
55. بس لازم ناخد في الاعتبار طبعا الماتشات المؤجله. بالظبط، الزمالك 55 نقطه واحنا 41، فارق 14 نقطه، احنا عندنا 6 لقاءات فيهم 18 نقطه، يعني محتاجه مجهود. يعني من الاخر كده، الى اي درجه انت مطمئن على الدوري السنه دي بالنسبه للنادي؟ لا هو التنافس كبير. الدوري ده استثنائي الحقيقه. اه بالظبط. مفيش شك الفتره اللي احنا انشغلنا فيها عدد مباريات قل، ففي مباريات كتير مؤجله هتتضغط الفتره اللي جايه، فدي بتمثل صعوبه مفيش شك. هو الزمالك حاليا 55 والاهلي 41 تقريبا. بس برضه نرجع ونقول فرق 6 40، فرق 6 مباريات فيهم 18 نقطه. والفرق 14. يا مسهل، يا مسهل الحال. برضو عايز اقف مع حضرتك عند موسيماني، لان الحقيقه في فتره من الفترات كان في شيء من التحفظات، مش هقول لك انتقادات، سواء على الاداء اللي شفناه للعيبه في بعض الاحيان، سواء على نوعيه التغييرات اللي هو كان بيجريها. دي من زاويه، بس من زاويه ثانيه كنا برضو بنقول من شويه فكره ان في حاجات بالورقه والقلم بتبقى مؤشر لاشياء معينه، وبالورقه والقلم الحقيقه نقدر نقول ان موسيماني ناجح الى حد كبير مع النادي الاهلي. مفيش شك كل البطولات اللي يعني كمل الدوري واخدناه، والكاس وافريقيا وثالث العالم بننافس على البطوله، مفيش شك يعني النتائج ممتازه لحد دلوقتي. النقطه موضوع تغيرات اللاعبين، احيانا احنا كلنا بنقدر او بنحكم على التغيير بعد اللقاء، بعد انتهاء المباراه. البديل وفق، نقول لك التغيير صح. لا مين قال لك كده؟ البديل ما وفقش. لا في نقطه، احنا 100 مليون مدرب و100 مليون مدير فني، واحنا بنتفرج على الماتشات وكل واحد عنده التغييرات اللي في دماغه. لا انا عايز اقول نقطه، بيقول قوله لا التوقيت، احنا نحكم على التغيير في توقيته. أوكي. هل التغيير صح ولا لا؟ انما المدير الفني هو مش التغيير بيبقى صح كناحيه فنيه، احنا ما بنستناش لما نشوف نتيجه التغيير. انما نتيجه التغيير دي بقى ده موضوع يعني التوفيق بتاع اللاعب. ممكن التغيير يكون صح في توقيت صح ولاعيب صح ولاعيب لم يوفق. صحيح. وممكن انت تنقض التغيير واللاعب اللي ينزل يوفق، فنقول لا التغيير صح. لا يعني انا قصده بس يعني ايه موضوع التغيير اللاعبين دي احنا بنحكم عليها بعد الحدث، فتبقى الرؤيه واضحه. انت بقى بتطلع وتقول بقى اذا كان حد بيحلل في استوديو او اي شخص عادي الموضوع بيختلف، انما انا رايي الشخصي هو التبديل في توقيته نقدر نحكم عليه. كابتن محمود الكلام معاك يعني الحقيقه دايما بيبقى لطيف جدا ومثمر ومفيد، ولكن للاسف احنا محكومين بفتره زمنيه ضيقه كده الى حد كبير زي ما حضرتك عارف. يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي قريبا على خير. لو دقيقه مع حضرتك وفي قناه الاهلي انا مبسوط. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نكمل مع حضرتك. اتفضل.